لكأنها يد رفيقة حانية تمتد لتخترق الآفاق، لتمسح دمعة عن وجنة متألم، أو ترسم بسمة على شفاه ملهوف عابس. مؤسسات الخير الطوعي اسم له دلالاته في العمل المؤسسي التركي. في ظل التفاعل الكبير والمشهود له بالجودة والكفاءة في تركيا بين مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة منها تلك التي تعنى بالرفعة العامة والقدرة على تخصيص مقدراتها المادية والبشرية من أجل مستقبل مشرق لجيل واعٍ سليم، متعلم مثقف قادر على التعامل مع متطلبات الحياة ومشكلاتها، تبقى هذه المؤسسات عنواناً يقصده الناس ليبلسم لهم جراحاتهم النفسية أو المادية. وقف الحياة واحد من الأوقاف الخيرية الطوعية، يقوم على رعاية أموره الإدارية كوكبة مميزة من الشخصيات الواعية والمثقفة في المجتمع، أغلبهم من حملة درجة الأستاذية، ليكون عطاؤهم في مجال رعاية طلبة العلم وتقديم الخير والمنفعة لمحتاجيها نفسيا ومعنويا وإسناديا شعارا يعملون له دون إعلام أو ضجة جمهور. هذه المؤسسات الإبداعية الصامتة، هذه المشروعات الخيرية الكبرى، بصمتها تصنع حياة، وبعطائها تصوغ مجتمعاً يتحلى بالفضائل الكبرى التي على رأسها العلم والصحة والخلق الفاضل. هي معلم من معالم الحياة، بل هي الحياة كلها لمن فهم روعة الحياة في الحياة.